اهلا بكم من جديد. بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا. اول مره مش هبدا باليمين، انا مش عايز حد فيكم يتكلم في الحلقه دي. صح، الحلقه دي ليها بطل واحد. حقها ابو كمال. حقها ايه؟ حقها ابو كمال، حق الرؤى. حقها ابو كمال. عيش واستمتع يا كابتن بشير. نجم السوبر كابتن بشير التابع. مساء الفل. مساء الفل يا ريس. بس ايه التوقعات الجامده والتشكيل الجامد وتوقعات الشغل اللي قبل الماتش؟ لا ما تتفردش، لسه ما بدأناش، لسه قدامنا ساعه. لسه ما عملتش حاجه. لسه ما عملتش حاجه خالص. لسه ما عملتش حاجه. ده اصل اتخانقنا معاه في الاستوديو. ازاي يلعب عبد الله السعيد ناصر مالي؟ قال لك مش هيكسب غير كده. الزمالك مش هيسيطر غير كده. والله. قال كل حاجه ضد المنطق وحصلت وكسب الزمالك. هو مش ضد المنطق، ضد المنطق. يبقى انا ما اقدرش الا ان انصاع. لا يا شباب، غير انا انصاع للكابتن بشير واقول له شابوه. اتفضل يا كابتن بشير، معاك المايك. والله اللي انا بقوله بيحصل يا شباب عشان احنا عارفين ايه اللي بيحصل والدنيا بتدور ازاي. بس هو كلامي مش على هواك. الدنيا بتدور ازاي؟ في الكوره، في نادي الزمالك او امكانيات اللعيبه اللي موجوده يعني. نتكلم جد بقى. بجد. الاول مساء الفل. مساء الورد. ومبروك على البطوله المهمه. ربنا يخليك، فعلا هي بطوله مهمه. احنا واخدينها بطوله غاليه يعني. مش كده؟ على عكس النادي الاهلي بصراحه يعني، النادي الزمالك هو محتاج البطوله دي، النادي الاهلي مش هتفرق معاه البطوله في حاجه. طيب انا ممكن اسمح لك لاول مره انك توجه كلمه لكابتن عبد الجليل. كابتن عبد الجليل مساء الفل. يا مساء الفل يا كابتن. لان انت كنت معاه في حلقه قبل السوبر. لو قعدت اقول واقول واقول واقول. لا ده انت زدت. صح؟ ده صح، اعترف بكده. زدت جامد. والماتش ما فيهوش حسابات. لا ازاي؟ لا في بقى حسابات دلوقتي. لا ما انت زدت جامد يعني. مش بس زدت، بس صياح رهيب. مش كده؟ كنت صح عشمان فيهم. دكتور وليد مساء الفل. مساء الفل. عرفت وليد دايما ايه يعمل نفسه في النص عشان المواقف اللي زي دي بايخه. يعني ما كانش مبين محايد. لا بس حصل، كابتن عبد الجليل كان عايد السوبر في جيبه. ده صياح. بقول لك ايه، في على الهوا ايه؟ إذا كان لا يلعب لطيف كان عندها أمل برضه يعني. أنا جت عندها لا يلعب لطيف قالت لا لا يكسب. طب أنا بقى لازم تتحمل اللي هقول لك بشير التابع. اتفضل. طبعا طبعا. كلامك لعبد الجليل. كابتن عبد الجليل مساء الورد. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا أبو كمال. لو تسمعوا عبد الجليل بعد كده ما تتكلمش كتير. حاضر. عشان أنت كل شوية بتقول كلام غريب ملوش علاقة بالواقع خالص. ما بيحصلش منه حاجة. حق. وشبانة في ظهرك بيساندك عادي. حقك. فخلاص من هنا وجاي تسمع بس. من هنا انتوا قدامكم 20 يوم. اللي من هنا وجاي هم 20 يوم اللي جايين. البطوله دي فاضل السوبر اللي جاي. احنا عارفين. كلام واضح. لغايه اخر الموسم. انا قلت يا ريس هنا لو الزمالك حتى هيخسر ولعب ماتش كويس احنا مش هنزعل. بس عبد الجليل قال ايه؟ قال كتير. نعم. قال ثلاثه. عبد الجليل لازم هو عايز كابتن عادي يعني. خلاص خدنا عليه على الكلام بتاعه يعني. هو كل ما يقول انا بتبسط يعني بصراحه. لا والله. بتفائل يعني. كابتن يا ريس النادي اللي هو قال كلمه حلوه كابتن. انت شفت بلاي ميكر راس ارتباك؟ انت كنت بترقصه. بس هو كان بعد العمر ده كله هو الوقت اللي بيرقصه. بس هو في الماتش ده والتوقعات ده قفل الملعب، وقف كده وما ما هاجمش. وحش. انا هاجمت من اول دقيقه وهنكسب اول نص ساعه. فتحت الملعب. فتحت الملعب. كنت عشمان في خيري ورشاد وبدوي. اختار منهم نص الملعب خيري ورشاد وبدوي. نص الملعب. هو الستاره اللي معموله دي امام ومروان واكرم. بس الاول هنخش في ثلاثة اشاوس في ازاي يحصل فيهم كده. بسم الله يعني. حديث يعلو فوق لما يخلص. طبعا انا خلصت. اتفضلوا واستاذنوا كمان عشان نتكلم. لا ما النهارده بص ما نقدرش نتكلم. اتفضل يا كابتن. هو المفروض ما خلصت. ما انا عايزك اتكلم لغايه نهايه الموسم يا ريس. تتكلم لغايه نهايه الموسم مش لغايه نهايه الحلقه؟ لا الحلقه واحده مش كفايه. بقول لك لنهايه الموسم. ايوه الناس طلعوا رجاله لعيبه نادي الزمالك بالرغم برضه ان الواحد له يتابع ليهم ان هم يعني عمرهم ما هيقابلوا النادي الاهلي في حاله أسوأ من الحاله اللي كان النادي الاهلي بيلعب فيها دي. مش كده؟ النادي الاهلي يا جماعه بطل ونادي القرن وكاس عالم وكل البطولات. ما جابش كورنر في 90 دقيقه. ما جابش كورنر. دي كارثه. الناس دلوقتي في السوشيال ميديا كلها ماسكين الفرقه واحد واحد. لا عادي يا جدعان، فرقه خسرت والفرقه دي اللعيبه بتوعنا اللي دول يوم جابوا بطولات ويشالوا الفرقه. ايه مش فاهم يعني. هو الزمالك صدمة الجمهور في اللي انت بتقوله ان هو الفرقه وحشه قوي. عادي وارد. ولا كورنر يعني، كل اللعيبه بعيده كلها بلا استثناء. بالزبط. ممكن في اثنين لعيبه ثلاثه لعيبه بعيد اربعه، انما الفرقه ال11 عشان بيلعبوا. والله العظيم والله العظيم اللي عايز يقول حاجه يقولها. مرعوبين من فرقه نادي الزمالك. مرعوبين. النادي الاهلي مرعوب من فرقه نادي الزمالك. طبعا. ده امتى؟ في الماتش ده مرعوب.
بص مش ما بتقعدش تبص وتبرر. اسمع بس اسمع. انا النهارده مش هتكلم. انا مش هتكلم كلام كده هباء يا ريس. لا ما هو انا هي مرعوب ده لو مرعوب كان اداك ثلاثة فعلا. هقول لك اهو. طب هقول لك الاهلي رايح بيحتفل يا ابني. لا اتكلم اتفضل. النادي الاهلي النادي الاهلي ضيع فرصة يا دكتور وليد. خلاها مناقشة يعني. ماشي ضيع فرصة؟ ما ضيعش فرصة. معلش كورنر ما جابش كورنر. قول لي كده النادي الاهلي يعني عمل ايه عشان تقدر تقول لي ان هو النادي الاهلي ما كانش مرعوب مش خايف لا مرعوب النادي الاهلي لو العادي شايل الزمالك 4-5 طب حلو زي ما احنا قايلين كده على الورق ارد عليك ما ترد تمام لو مرعوب او مركز قوي لا كان لا في فرق بين مرعوب وفرق بين مركز في فرق ابشير انا قعدت كتير في النادي الاهلي عمرنا لا جديد بس عشان الامور بس ما تتلخبطش في فرق بين مرعوب في فرق بين مرعوب وفي فرق بين مركز مركز ده انا عامل حساب للفرقه اللي قدامي بلعب لعب العادي طيب وبركز في كل شغلي انما مرعوب ده خايف اعمل اي حاجه خايف طيب يا ريت انا كنت مرعوب او خايف كان هيبقى في تركيز سنه انما النادي الاهلي لعيبته رايحه بتحتفل قبل الماتش النادي الاهلي اللي هو ايه؟ احتفال ايه؟ يا ابني ما فيش واحد في العالم ما قالكش الاهلي هيكسب ده الزملكاوي فيهم ناس قالك الاهلي هيكسب على الورق ده رعب على الورق على الورق قلت لك ماتشات الاهلي وزمالك ملهاش حساب ملهاش انا امنت بالله بعد اللي شفته صح كان من 10 سنين ما كانش لا كان الفروقات بعيده فالاهلي بيكسب لا 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 فين وفين لا 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 هرجع تاني وافكرك بماتش اللي خسرناه 6 احنا نازلين بنقول لو كسبنا 2 3 مش كفايه وخسرنا 6 واحنا قد الاهلي 40 مره في الوقت ده بتجيب عارف الماتش أيوة. ده بيفكرني بالظبط السيناريو بتاع جوهانسبرج الفرقتين وحشين قوي واحنا كنا وحشين قوي والزمالك خد الكاس طيب نفس القصه ما هو بقى مش شرط الكويس اللي بيكسب لا انا بكلمك بامانه اصل قبلها بشهر احنا كنا كسبانين الزمالك 3-0 في الدوري والله يا بشير احنا رايحين برضه هنرجع بالكاس وهنكسب الزمالك في السوبر هناك في جوهانسبرج واتغلبنا برضه بتاع 1-0 هو جبتوش كورنر برضه في الماتش؟ ولا احنا ولا انتوا وحياه النعمه ده في جوهانسبرج هات هنا الماتش اللي هنا النادي الاهلي رايح ان هو كسبان وجماهيره راحت تحتفل واحنا بنحتفل بصراحه طبيعي بعد الانتقالات اللي اتعملت والحاجات المتوفره للفرقه